ايه هنلعب تاني ولا خلاص كده؟ اه طبعا يلا نلعب. بصي بقى نعمل ايه تاني؟ تعالي بقى اوريكي الجزء اللي هو بتاع قرايه الافكار. نيجي نعمل حاجه في الموضوع ده. انا عاجبني الموضوع ده على فكره. عاجبك؟ طيب جدا. عايزين بس نقوم نقف ثواني. ماشي. ده كتاب عادي خالص. اوكي. ما فيهوش اي حاجه. اوكي. مه. هنلعب دلوقتي على رقم. يعني رقم؟ يعني. تمام. لو احنا واقفين اهوت وانت مثلا قلتي لي سي ستوب هنا. ماشي. كده انت عرفتي الرقم؟ لا ما عرفتش حاجه طبعا. انا عرفته؟ لا. هو ده بالظبط اللي هنعمله، اوكي؟ طيب يلا قولي لي ستوب في اي مكان انت عايزاه. ستوب. اوكي هنا مثلا، وعشان نعلم البتاع ده هنحط هنا الكارت بتاعي على اساس انه يكون علامه. اوكي. كده انت عارفه الرقم؟ لا خالص. طيب عايزك اول ما تشوفي الرقم قولي لي خلاص عشان اشيل الكارت والف وشي ناحيته. طب يلا روح. يلا. استنى كده. اوكي. تمام يلا بينا. خلاص؟ تمام. طيب هنعمل دي هنا وهنخلي الكتاب قدامنا طول اللعب، او لو عايزاه معاكي حطيه. لا خلاص. خلاص خليه في النص؟ تمام. اوكي. اتفضلي اقعدي. بصي بقى، حاول اقرا افكارك بس اهم حاجه ربنا يستر، خلي وشك ثابت، ما تدنيش اي رياكشن سواء كنت بجاوب صح او غلط غير لما اقول لك. اوكي. اوكي ركزي في الرقم بتاعك قوي وفكري فيه. تمام. اوكي يلا بينا. رقم الصفحه كان فوق ال 100، فسي مثلا نقول 190، صح ولا غلط؟ غلط. هو اول حاجه صح، هو فوق ال 100. اوكي انما غلط 190. بس 190 غلط. تمام. طيب دلوقتي انا غلطت ولو حبيت اصلح الغلط اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتغير الصفحه؟ غير الصفحه يبقى انا عدت اللعبه ما صلحتش الغلط. طب هتعمل ايه؟ متوقعي كده تجيب الرقم صح؟ هقوله تاني؟ طب اقول لك على حاجه اصعب. الكتاب قدامنا طول اللعبه صح؟ تمام. رقم الصفحه اللي انت اخترتيه كان كام؟ كان 151. طب ما تشوفي كده صفحه 151. لو ما طلعش كده يا جماعه في حاجه غلط. شوف كده الدنيا. هادي يا عايز. شفتي رقم كويس؟ رقم ايه؟ انا اصلا مش لاقي الكارت. لا الكارت اهو. استنى. انا عايز الصفحة. عايز صفحة؟ طب استنى. ايه ده؟ وريها للكاميرا. ايه ده؟ يا جماعة دي الصفحة اللي أنا كنت مختاراها على فكرة. والله دي الصفحة اللي أنا كنت مختاراها. مرة واحدة بصوا عملت ازاي؟ هي الكاميرا هنا تقريبا. ايوه بس جابت. لا الكاميرا بتاعتي اهي. اوكي فهم شايفين اهم كل حاجه. طيب انا اخترت الصفحه دي. انت شفتي رقم كويس صح؟ كان رقم باين، كانت صفحه عاديه 153 ودي هنا مقطوعه. طيب كانت الصفحه موجوده وكان الرقم باين اهو يا جماعه شايفين. ها ايه ريمون بتقول ايه؟ الصفحه كانت موجوده ورقم كان باين، كنت شايفاه كويس. كانت الاول كانت موجوده. اه طبعا شفتي كويس. اه شفت الصفحه كانت سليمه. كانت سليمه جدا. اوكي انا قعدت قدامك طول اللعبه، لمست الكتاب تاني من بعد ما سبناه خالص؟ اكيد اكيد. طيب قلتي لي رقم الصفحه كان كام؟ 151. 151 ده بجد؟ ازاي ده يحصل يعني؟ مستحيل. صفحه ايه؟ برافو عليك يا ولد. انا ما اعرفش انت عملتها ازاي بصراحه، بس هي اوكي. انا شايفه معانا كيس كده موجود.